ما بين لاعبينات الريان عبد العزيز حاتم يعطي مساحه راي عبد العزيز لعب عن طريق رودريجو تباتا تباتا الى خالد مفتاح من الناحيه اليمنى العرضيه الى تباتا 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 خطير تباتا رامي فايز انيس فهد خلفان تقدم عبر النتيجه كره ملعوبه عن طريق خالد مفتاح خالد مفتاح الى ياسين ابراهيم سيد عزيز بن عسكر لعيب خط وسط الملعب الله صرامي كره الى محمود المو الفريقين هي نتيجه 5-0 للريان في عام 2012 على مستوى دوري حقق ما يريد برباعيه برباعيه يعني تصعب الامور هي اشبهت مره اخرى تخلصت تعود ام صلال ومثل نادي قطر ايضا عبد الرزاق حمد الله حاضره لمصلحة الخور تبعد تعود في الوسط للخور الان لوك تياغو لمصلحة الخور تياغو لم يظهر الخور باي اداء قد تكون من الجولات القادمه يستعيد من خلالها ذاكره الانتصارات يستعيد من خلالها خسارة بصعوبه خسارة كانت بصعوبه امام الزعيم السداوي هو اساسا من تقدم اولا نادي الخور لكن بعد ذلك السد قلب الطاولة وعاد إلى المباراة وفي فترة وين تتحدث عن فترة السد لحظة عاجز عن الوصول عاجز عن التسجيل عاجز حتى عن وليد محاولة المرور بقدر الله 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 بشكل جميل ورائع في اللقطة الماضية يبحث عن عرضية لكن تغطية ووقوف جيد لدفاعات الوسط أداء دفاعي محكم لا وجود للعذبة لم يذهب للبار أو لنقل أن لم يأتيه التنبيه من الفار هل هذه اللقطات المسؤولية على عاتق مين ينبه الحكم إلى وجود لقطة لقطة فنية رائعة لأم صلال بدأت بتمريرات قصيرة سالمين إلى المواز المواز إلى راؤول راؤول إلى وليد وليد إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب رغم أنه كان في انفراد خالص اي رغبه تفكيرها تكون قصيره وبناء اللعب تعود باللمسه على مشارف المنطقه. بالطرف الايمن ابراهيم امادا. تعود يا ماضي ينقل كره في الجبهه اليمنى الى مصعب عبد المجيد لمسه اماميه لحموده لكن ايضا الدفاع يتدخل والابعاد الى لمسه وطنقه ممتازه ممتازه هذه. لمصلحة الخور يا سلام يا يوسف يا سلام يا يوسف رمضان مر بشكل أليم بشكل ممتاز لعب العرضية مجددا إلى سيبوفيتش يلعب كرة أمامية كبيرة للخور ملعوبة أساسا الهدف الوحيد في اللقاء سجل من خلال ركنية استثمرها أم صلال في أول فرصة وفي ظل يعني سهوة من دفاعات الخور في التغطية على محمود المواس مقولة أهلي اللي خسروا في 7 مناسبات ممكن يصل إلى خسارة الثامنة في حال أنه لم يتمكن من العودة لكن ممكن الآن مصعب ماذا تفعل يا مصعب؟ ماذا تفعل يا مصعب عبد المجيد؟ يعني أخذ الكرة وجرى وانطلق الجولة 14 من دوري نجوم قطر. خميس ومرة ثانية كأنك يعني ما أدري تلعب على الحكم أو إلى ما هناك. عموما يتحصل على البطاقة لمصلحة الكور مقبولة في المنطقة عدة تمرت في الطرف ددن. إلى إبراهيم أمادا إلى عبد الله البريسي ينقل كرة أمامية باتجاه تياغو لكن أيضا وأول 10 دقائق تعبر وتمر حتى الآن بمفاجأة نادي أمتنا في الجولة 14 يعني تبقى العديد من المباريات في بطولة الدوري لذلك يصر لمصلحة نادي العربي عن طريق عبد الله حسن الكرة الملعوبة العالية خلصها أنيس تعود من جديد عن طريق أرون أرون بكت أسد عن طريق مجلة سوق نقل للخط الأمامي
خطيرة خطيرة لعرضية، لكن أنيس حاضر، عبد الله حسن ما أعرف إيش كان حاضر في اللقطة الماضية بعرضية، لكن البوسني أنيس خلص. نادي صقوري برزان المدافع الصن عزيز بن عسكر، كرة تعود مرة أخرى عن طريق أنيس، نقلة القصيرة اللي حضرت من سالمين، عادت إلى ميشيل لاسوغا، محاولة من لاسوغا، ثلاثة أهداف في هذا الموسم لاسوغا، بلعبة حتى لاسوغا مر لاسوغا، لكن طالت القادم من نادي هامبورغ في اللعبة من ميشيل، استغلال الموقف ميشيل لكن ضيق المساحة من يتواجد أنيس. عم يكون التعادل الثامن في مواجهة الفريقين، كرة تعود من جديد، عاد الكابتن عادل الملا والكابتن خالد الفضلي حتى هذه الدقائق، والتعادل السلمي ما زال قائم، وأنيس خلص ممتاز. أنيس تتحول لرمية جانبية، يصبح أطراف بنتيجة 1-0، مباراة البكرة كانت بتألق الحارس يزن نعيم، سجل 8 أهداف نادي يوم صدال. صلت هذه الكرة من مونيزا، توقع الكرة مجددا، كرة من جديد، هناك راي مرفوعة، السلم كان موجود، فيها يوسف والعرضية داخل منطقة الجزاء، لكن بق ولكن مبعد الكرة من دفاعات النادي العربي، مبعد الكرة هنا لسوق أمام سيموفيتش، حارس المرمى بابا مالك يلعب كرة، كان قد لعب في مباراة العربي أمام نادي قطر ولعب مباراة الريان، يوسف عبد الرزاق، بابا مالك لم يغادر خط ال 18، كرة بتعود مرة أخرى، تصل كرة طويلة. الثالث يبدأ هذه المباراة بسعد في حراسة المرمى وفي ظل غيابات أيضا كبير، حاضرين في منافسات في بطولة دوري أبطال آسيا، وسط غيابات أيضا سينضم إليها اللاعب الموقوف بغداد بونجاح. عموما بين التعادلات يمكن أول مواجهة كما ذكرت هنا في هذا الملعب انتهت بهدفين مقابل هدف واحد، زيد قيسي أدرك خلفان التعادل ثم سلمان سجل الانتصار، كرة المحاولة الآن تسديدتان ما بين الفريقين انتهت بنتيجة التعادل السلبي. رأسية إلى خارج أرضية الميدان، تدخل من سي مقابل على المدرب الإسباني تشافي هرنانديز، معادلة سهلة جدا، يمين خلى يمين والوسط خلى وسط والمدافع يلعب مدافع، كرة محاولة في منطقة الجزاء وبعيدة اللقطة الماضية، لا زالت مستمرة، دخول توغل إلى داخل منطقة الجزاء، عرضية تأتي والتصدي بعد ذلك من سيبوفيتش إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية ملعوبة، الركنية للصدي و سيكون على موعد مع منافسات دوري أبطال آسيا. كرة عموماً المحاولة اصطدمت في سيبوفيتش، بالتالي يجد نفسه مجبر داوي الآن عامل إسماعيل، والانطلاقة من الجهات 26 هدف، واليوم هذين هدفين يعني بأن هنالك 25 هدف في مرمى نادي السيتي، هي دفاعية بحاجة إلى العديد من علامات الاستفهام، ودي مثلا لا تنتظر منها أن يسجل، هكذا هي تركيبة بعض اللاعبين بالنسبة لأم صمال، الأمر ينطبق على مجموعة من اللاعبين، كرة بمحاولة مرور وصلت إلى أنس حضر في أحداث هذا اللقاء محمد كاسول، محمد كاسول اليوم حاضر في تشكيلة نادي أم الصين، من مرحلة الخصم أو مرحلة الحسم بالتحديد أو مرحلة الوصول إلى نتائج إيجابية على مستوى، نتحدث على 26 مواجهة جمعت ما بين نادي أم الصين وما بين نادي الوكرة، 8 لقاءات فاز فيها الوكرة و8 تعادلات حضرت ما بين الفريقين و10 انتصارات كانت حاضرة لنادي أم الصين على حساب نادي الوكرة، تفوق اللي ما بين الفريقين
لكن كما تحدثنا اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين في بطوله الدوري بنيبطو كاد ان يظهر محمد بنيبطو كاد ان يعبر في اللقطه الماضيه. شوف الكره اللي كانت ملعوبه من لوكاس مينديس باتجاه محمد بنيبطو. هذا لا يترك وحيدا لابد من الرقابة، لابد من المتابعة، لكن التصدية. لكن أعي سعودي مبارك الخاطر الحاضر على دور التغطية في اللعبة الماضية، رأسية تنس تعود مرة أخرى اللعبة عن طريق المواجهة، كرة من جديد ملعوبة عن طريق محمد بن يطلب، اللعبة العرضية لكن تخلص من أنيس، التغطية الحاضرة من أنيس في اللقطة الماضية. الأسماء أيضاً الرايعة اللي تواجهت زيادة القوة الهجومية للسيد مانتس نبز عليه بالتفكير بالحد، لأنه نشاهد مصطاد جب أو من أجل الوصول إلى نتيجة التعادل ما بين نادي أم مصطاد. نعم للتراجع، نعم للحفاظ، نعم للدفاع، نعم للشراسة، نعم للقتالية، نعم للأمان، نعم للضمان في أرضية على المرمى. بنسبة نجاح 49% من مهاجم الجزائري محمد بن يطلب مهاجم نادي. كرة تعود مرة أخرى نادي الوكرة عن طريق إسماعيل محمود، العرضية من إسماعيل محمود، التغطية الحاضرة في اللقطة الماضية، التغطية حاضرة في اللقطة. سلام على خالد منير، على تمريرة خالد منير بن يطلب، اللعبة يعاني على الوصول، الكرة وين؟ الله على أنيس، خلصها أنيس، عدت اللعبة الماضية. المباراة تدخل على منعرج الوصول والاتصال لمرحلة الخطورة. اسماعيل محمود من الناحية اليسرى لمصلحة نادي الوكرة العصر. رأسية تنس، شوف اللعبة، شوف الكرة، اسماعيل محمود تصويبة باتجاه المرمى، لكن علي مال الله لاسماعيل محمود داخل المنطقة. خطير اسماعيل محمود، العرضية اللي حضرت لكن سهلة للدفاعات. دوري وثاني الأهداف اللي تظهر في أرضية الملعب، ثاني الكرات اللي تظهر في أرضية الملعب. البوسيشن نعم لنادي الوكرة، لكن النتيجة أهم. وأيضا غادر إسماعيل إبراهيم في تشكيلة الوكرة وفي تشكيلة أم مصطاد. الموسم أم مصطاد يضرب مبكرا من خلال إحداث هذا اللقاء. يوسف الراضية هذا اللي قدامكم اللي يلعب بالكرة حاليا، الوانتو ويتقدم داخل منطقة الجزاء مع تغطية أنيس سيبويتش البوسنية، يترك الكرة الخارج أرض الملعب. هذا اللاعب دي سنسكندي، هذه المنطقة التي ولد فيها رامي راضيان لاعب المنتخب في حال تحقيقه للانتصار راح يوسع الفارق عن الشحاني الأخير 7 نقاط، 7 نقاط. مركز التاسع 16 نقطة الخور في المركز على أيوب العزي. ما لا تستطيع تستغني عنها في خط دفاع نادي الشحانية. رامي راضيان تقطع من أنيس سيبوفيتش البوسني يمر هذا الموسم هدف. لعبة الكرة من نايجل ديو ما شارك بشكل أساسي دائم. الشحانية الفارو ميخي يلعب الكرة طويلة للأمام، نقاطها تتجه شمالا مو بعيد من الأستاذ ثاني بن جاسم إلى مدرب منتخبنا للشباب لاعب سابق لنادي أم مصطاد في حراسة المرمى إبراهيم درويش. رامين راضيان مصطفى جلال الفارو ميخي من جولة الماضية بالنسبة للشحاني خسر فيها أمام الدحيل 3-1. ومصلان المصلان يحاول لاعبو الشحاني الخروج بالكرة من الخط الخلفي، لكن الضغط على حامل الكرة هو الحاضر. رابع أهدافه هذا الموسم سجل، وعندنا رامي فايز كذلك، وعندنا فهد خلفان القادم من العربي كذلك يجرون عمليات الإحماء في الجانب الآخر. أوراق سيدفع بها عاجلا واجلا من خلال هذه المباراة، مباراة حلوة ما فيها كلام، أهدافها جميلة والتسجيل حاضر والشعار الفريقين لا بديل على الفوز. رامي راضيان اللعبة رضا الشامي ما تعب. سالمين عتي صالح اليهري، صالح للأمام للعكايشي، العكايشي مكبل بأغلال تغطية العزي وأنيس سيبو يتقدم عالي الكرة تبعد من عمر يحيى داخل منطقة الجزاء. رامين أنيس سيبوفيتش أعلى من الجميع وسط الوليد المسلوب، صراع الآن سيكون حالهما. نايجل ديونغ يلعب الكرة قتال، هو مسجل ثمانية للاعب ظهير أيمن من
الإصابة لمت به في الكرة الماضية وسط العكايشي. أنيس سيموفيتش قطع الكرة وصلها إلى المسلوب. نادي أم صلال فاز أم صلال في 4 وتعادل في 2 وخسر في 3، وبالتالي وما بين نادي الاتحاد تحدث على 25 مواجهة ماضية كانت من عام 2010 حتى عام 2019. هذا اللقاء الكوري الشمالي صاحب 21 عام القادم من نادي يوفنتوس الإيطالي. تهديد أول، إنذار أول يتحدث عن تهديد أول لمصلحة نادي الاتحاد على حساب نادي أم صلال. يعني الطوفان قادم يا صقري برزان، يعني الطوفان اتخلصت عن طريق من يتواجد إسماعيل محمد. لعبة للخط الأمامي، محاولة عن طريق من يتواجد هان من ناحية اليمنى، ابحث عن دوري المرور هان، يحافظ على كرة هان. عبد الرحمن فهمي تعود إلى إسماعيل محمد، لمسة مرة أخرى محمد كاسولا اللي يونس علي والكابتن آخر نادي الاتحاد على أرضية ملعب سادة الجنوب. من ضمن الجبهة هو آخر لاعب سجل هاتريك في مرمى نادي اللاعب الجزائري أيوب عز القادم من نادي مولودية العاصمة يسجل هدف التعادل. 1-1 شوط على الشيء الجميل. وفي عز هذه الأزمة وفي عز هذه الغمة بإذن الله ترفع هذه الغمة عن الأمة. أمنوا أمنوا قطر تعمل بحرين البلد المستضيف وكوريا الشمالية وإيران. محاولة لعبة عرضية راسية اتخلصت تعود عن طريق يوسف المساكني. لعبة للناحية اليسرى البحث عن المرور العرضية، ربما الكرة ربما قد تعبر عن الوصول. التصويبة هي يا سلام يا سلام. المحاولة بفرحة الانتصار، نعم التعادل يكون بفرحة الانتصار. كرة تعود من جديد بعد إصابة قاسم الهيل. حراس المرمى بيتولدوا من المواقف الصعبة اللي زي دي، علين يثبت جدارته والتوفيق يكون حليفه. وآسيا 2004 قطر اللي كان عندها سحر أفريقيا أوكوشا بدوره الكبير وروجيرو أيضا اللاعب البرازيلي. قطر في نص الملعب ما عندهاش لعيب تديله الكرة وانت مطمن انه هيتعامل تحت ضغط كويس او يوصلك للجون، وبالتالي النتائج اللي بتتحقق دي في آخر 8 ماتشات يعتبر شيء ممتاز بالنسبة لكواليتي اللاعبين. خلينا نقيم الأمور صح بعيداً عن العواطف. مين ما يحبش أن قطر يكون في مكانة كبيرة في الظلمة؟ ألف أمر. أيوة والله إمكانات كبيرة. هو الخياطي تاني قطر الشوط التاني ناوي على الشوط الهدف التاني ولا إيه؟ وادي كايكي الأمامي لازم الكرة اللي زي دي واحد فيهم يشارك فيها. ما ينفعش. أدي سيبوفيتش الملعب على طول أو 5 دقايق تانيين، يعني قدامه مش أقل من 10 دقايق. تحليل لمسة قصيرة صغيرة بتفرق في الحاجات اللي زي دي. رمي التماس من تاني كل الكفة والغلبة لمصلحة النادي الأهلي بكثرة العدد في أرضية الملعب وبالكثافة. ودائما يقول لك يصعد فيها للخط الأمامي نبيل لأحمد العكايشي. العكايشي تمرير عن طريق ماجد حسن لكن أنيس البوسني خلص. أنيس في اللقطة الماضية تعود عن طريق عبد الرشيد. عبد الرشيد إلى هيرنان بيريز، محاولة من الناحية اليمنى ربما قد تكون الخطورة حاضرة. نعم المرور هي خطيرة عرضية في اللعبة الماضية اتخلصت تعود من جديد. راسية أخطاء في أرضية الملعب. الكرة الملعوبة العالية الراسية خلصت من أنيس. عبد الرشيد تمريرة مرة أخرى باتجاه محسن حسن. أنيس الكرة من جديد ملعوب. غياب محمود المواس لاعبي النادي الاهلي لانه نادي ام صلال يغلق جميع المساحات. يا سلام على المرور هي ربما بعرض طريقة هيرنان بيريز. العرضيه اللي تواجدت القسم الاول انتهت بنتيجه 1-0 لكن كانت للنادي الاهلي عن طريق اللاعب ابل. حتى الان في نتيجه اللقاء من الشوط الثاني وبدايه احداث الشوط الثاني هي في موسم 2003 2004. لعبة عرضية راسية تخلص الخلفي. نشوف ونتابع الكرة الملعوبة العالية باتجاه أنيس الراسية لكن لمصلحة النادي الأهلي. 43 عام يتحدث على 44 مباراة مع
نادي ام الصقل، كان حاضر في بطوله كاس سيد السمو الامير مع ام الصقل في عام 2008 وكاس الشيخ جاسم في عام 2009. المدرب المغربي رقم 6 هي على كاس سيد السمو الامير نادي الغرافه لا يشارك في دوري ابطال اسيا. وغل الموقف بشكل افضل، بشكل افضل يعني كان عنده لاعب راؤول في مرمى النادي الاهلي. كرة ملعوبة عالية عن طريق إبراهيم، لكن كرة تعود لمصلحة نادي الغرافة. الفهود تبدأ بسرعة في أرضية الملعب. جوناثان كوجيا، عرضية من كوجيا، لكن أنيس في اللعبة الماضية ما زالت الفرصة قائمة. هذه المباراة العشرة لعبد الرحمن المري، لكن لم يقد أي مباراة جمعت ما بين كوجيا. جوناثان يا سلام على المرور، هذه محاولة، هذه فرصة خطيرة، خطيرة العرضية في اللعبة الماضية. أنيس حاضر في اللعبة الماضية والمعاتبة الحاضرة من أنيس. المرور بكل سهولة وسلاسة ومتعة من جوناثان كوجيا أمام إسماعيل إبراهيم في اللقطة الماضية في بطولة الدوري. دي يوسف مفتاح، كرة ملعوبة عن طريق عثمان، عبد عثمان، ممتاز عثمان، وتدخل الحاضر في اللقطة الماضية. مسلوب، محاولة عن طريق عثمان من الناحية اليمنى، عثمان علوي. أنيس يخلص اللعبة الماضية. أنا سم الله تبارك الله، إمكانيات عالية من همام الأمين. كرة ملعوبة عن طريق أحمد علام يعود إلى جوناثان كوجيا. كوجيا مفتاح، يوسف مفتاح، لعبة باتجاه أحمد علاء، خلصت. أنس ماضية إلا مؤيد حاضر. كرة في وسط الملعب، جوناثان كوجيا. جوناثان ملعوبة، كرة عن طريق أنيس عدت الباص لأنيس. وليد الخط الأمامي، وليد حاول من وليد، مرور اللاعب وليد، يحافظ على كرته وليد، يلعب له كره وتمريره باتجاه عادل علوي. عادل محاوله عن طريق ناصر ابراهيم، عرضيه راسيه من راؤول في اللعبه. ثلاثه نقاط كان يتمناها، ثلاثه نقاط هي مهمه، لكن الامور مهدي علي في الخط الخلفي. ارسل لك كره عاليه المهدي علي، تغطية عن طريق المدافع انيس. كلود تبي حارس مرمى فريق نانسيلي، امر كبير يحسب للكابتن عزيز بن عاصم. اللعبة الكره جهه اليسار من هالي مع الكره، المدثر يضرب الكره لتنزل على ارض الملعب، لكنها في مكان صعب كمدافع في كره القدم القطريه. بالتاكيد وجوده مع مصطفى الفوز بكاس الى خارج ارضيه الميدان. رميه البعبع اللي شاهدناه في الموسم التاسع، اقوى خط هجوم هذا الموسم الماضي كان ام صلال. غياب المواسم الفتره الماضيه يستفاد مقارنه بسيره ممكن تكون اسرع، قدره على التحرك اكثر.